نطلب الوكالة هما يعطونا التجهيزات يعطونا الكاربيران واحنا نقوم بإرجاع المهاجرين بالقوة من البحر. تونس اليوم تحولت للأسف نتيجة السياسات الأوروبية إلى مصيدة للمهاجرين يسهل الدخول إليه ويستحيل الخروج منها. زيارة ميلوني إلى تونس تندرج في سياق أولا مرتبط بالوضع السياسي الأوروبي، هناك انتخابات أوروبية في الصيف القادمة، واليمين الأوروبي يحاول تعزيز مواقعه في المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي ويحاول التسويق لتجربة مذكرة التفاهم مع تونس كأنها نموذج لحل أزمة الهجرة في أوروبا. أيضا السياق السياسي الداخلي مرتبط أساسا بموسم انطلاق عمليات الهجرة غير نظامية. ميلوني تسعى إلى تدعيم واستماتة المنظومة الأمنية التونسية اليوم الموجودة على السواحل من أجل مواصلة العمل بالطاقة القصوى، منظومة هذه اللي في ظرف 3 شهور ونص منعت أكثر من 21 ألف مهاجر، وبالتالي هي تنظر أيضا بعين الريبة إلى التجمعات متاع المهاجرين المتواجدين في تونس باعتبار غايتها الوصول للاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى منع وصولهم مهما كانت التكلفة الإنسانية، إضافة إلى تدعيم التعاون التونسي في مجال التعرف على هوية المهاجرين التوانسة الواصلين للسواحل الإيطالية تمهيدا لطردهم على غيار عمليات الترحيل التي تتم أسبوعيا. لكن يستحيل عليك المغادرة. هذه هي السياسة المفسدة السياسات الأوروبية تقريبا هي حول تونس أولا ككل إلى أشبه بمركز حجز للمهاجرين. مركز الحجز هذا عنده عناوين فرعية، اليوم نجم نحكو أنه منطقة جبنيانة والعامرة تحولت لأشبه بمنطقة حجز للمهاجرين تسهل مراقبتهم. منطقة الجدارية أيضا أشبه بمركز حجز، اليوم الساحات الموجودة في العاصمة في البحيرة هي مناطق حجز للمهاجرين. ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي هو محاولة الضغط على تونس إلى إنشاء مراكز حجز أكثر مراقبة، وهنا العودة إلى مخطط ربما بير الفطنسية وإنشاء مخيم ضخم يتم فيه تجميع كل المهاجرين غير النظاميين من أجل الضغط عليهم لقبول مسألة العودة الطوعية.